اهلا بيكم في حلقه جديده من عمايل ايديا. زي ما تعودنا وصفاتنا حلوه جدا. هعمل معاكم النهارده عرق لحمه بارده يجنن، وهنعمل كمان البريسكيتا. تعالوا نشوف ايه هي اول وصفه معايا، وهي عرق لحمه بارده لذيذ جدا، مقاديره كمان تجنن. عندي عرق اللحمه هيكون جاي زي ما انتم شايفين بالاسلوب والطريقه واللفه الحلوه دي. عندي جوزة الطيب، الحبهان المطحون، جنزبيل وبصل مبشور، ثوم، ملح وفلفل وشطه وقرفه والسبع بهارات. عندي كمان الطماطم المبشوره، التفاح الاحمر بالقشر، عندنا البطاطس هتكون حلقات وبالقشر وغسلنا كويس قوي، زبده وبقدونس وشبت، وهنقدمه مع الرز البني. تعالوا نشوف كده ايه هي الطريقه اللي انا هعملها في الاول، او اول حاجه هعملها. اول حاجه هعملها ان انا عايزه اتبل العرق بتاعي حلو قوي، فيلا بينا نجيب الفويل. يلا بينا، تعالوا كده. اول حاجه هعملها ان انا هجيب الفويل هحطه هنا كده، وهجيب العرق بتاعي وهحطه كده. هجيب بقى الايه، البهارات بتاعتنا كلها. عارفين اسهل والذ كمان ان انا اعمل كده. بصوا بقى الميكس ده بيسهل قوي علينا ان احنا ايه، نبقى عندنا الحاجة بالكمية المظبوطة اللي احنا عايزين نحطها اهو كده، كمية بالظبط، واقدر ان انا ادهن براحتي. الميكس ده اسهل كتير من ان انا ايه، اقعد احط حاجة واحدة كده. مقادير كلها بتتحط بالكمية المظبوطة اهو، شايفين كده مقاديرنا كلها اتخلطت مع بعض كده حلو قوي. هجيب البصل كده، شايفين هعمل كده البصل كده في كل حتة اهو، والطماطم بتاعتنا كده، شايفين 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 اهو كده. وبعد كده هاجب ايه بقى، بالتتبيله بتاعتي الحلوه، وايه هحط كده، شايفين اهو. وبعدين ابدا اخرم خط، يعني تخريمات بسيطه جدا جدا، عشان بس يخش في الايه، في اللحمه نفسها اهو كده، من التتبيله، وتشرب من الميه الجميله اللي احنا هنبقى ايه عاملينها لها دي في السوا، شايفين تخريمات بسيطه بس ايه، تخش كده فيها. ايوه كده اهو، الجمال بقى ده كله كده اهو. وهمسك انا ده كده وايه، اقوم لفاه، شايفين بالشكل الجميل الحلو ده. هجيب بقى هنا عندي التفاح الاحمر بالقشر ومغسول ومفتوح من النص زي ما احنا شايفين كده، وبس ايه هديله كده حلقات كده زي ما احنا شايفين بالقشر اهو، وهحطه كده هنا بالشكل الجميل ده. وايه هنا كده برضو عندي البطاطس برضو بالقشر كده، مع البطاطس شوية من الطماطم كده، الطماطم بتاعتي المبشورة زي ما احنا شايفين، والخضرة الحلوة بقى بتاعتنا اهو كده،
وهديها بس ايه رشة الملح الحلوة والبهارات مع الاتنين كده اهو كده. وهجيب شوية زيت زيتون وايه هقوم حطاها كده خفيف خالص خالص، وبعدين مكعبات الزبدة بقى بتاعتنا وايه هتتحط هنا كده معاهم تديهم بقى السوى المظبوط اللي احنا مستنيينه، وهغطيها وتخش الفرن تاخد سوى ما حصلش. تعالوا نطلع الفاصل هدخل الفرن ونرجع لكم على طول، وكمان نشوف شكلها بيطلع حلو ازاي ونعمل احلى بريسكاتا بطريقه لذيذه جدا. استنوا. تعالوا نشوف جمال وحلاوة العرق بتاعنا، عرق لحمة باردة ومعاه البطاطس مع كمان التفاح اللي أخد أحلى سوى وأحلى شوية في الفرن، ونقدمه كده مع الرز البني بقى بتاعنا الحلو المفلفل يطلع يجنن. هعمل معاكم دلوقتي بريسكاتا، بريسكاتا الخرشوف طبعا لذيذة جدا وطعمة قوي. تعالوا نشوف أول حاجة هعملها. شايفين هنا كده عندي العيش، العيش الفرنساوي، وهنقطعه الشرايح زي ما احنا مقطعينها. ده من المقبلات اللذيذة جدا في كل المطاعم. عندنا كمان طماطم مكعبات، الخرشوف المسلوق، عندي زيت الزيتون، بقدونس توم، بابريكا، ملح وفلفل، الجبنة البارميجن والبصل الأخضر. جبنة البارميجن مش موجودة يبقى خلاص نشيلها خالص، مش مشكلة. أول حاجة عايزة أعملها إن أنا أجيب كده العيش بتاعي واظبطه واخليه لذيذ وطعم وجميل. هعمل ده ازاي؟ هحط هنا كده شويه الزيت بتوعي، انا مسخنه الطاسه، وهحط شويه الزيت، هحط الثوم والخضره وايه هنقلب كده، وهجيب اهو كده هجيب بقى العيش وهقوم حطاه ياخد الطعم والنكهة كده زي ما احنا شايفين. بصوا بقى جماله بيبقى لذيذ قوي قوي. عايزة اقول لكم اهو انا ايه عمالة اتلسوع اهو كده. تعالوا نجيب البولة الجميلة دي. يلا هحط بقى هنا طماطم، وهحط الزيتون، زيتون الأخضر كده، وهحط بصل، وبعدين هجيب نقلبها كده الناحية التانية. شربة النكهة الحلوة، شوفوا بقى الجمال اهو كده. يلا وهقطع خرشوف مسلوق وهنقطعه صغير صغير بالشكل ده كده. مربعات صغيرة اهو، وهحطهم كده، وهنزل الخضرة. تعالوا بقى نشيل معانا كده اهو، يلا بينا. بس اخدت التشويحة اللي احنا عايزينها،
وده اللي ايه اللي انا عايزاه، ان هو بس يبقى فيه ريحة وطعم الثوم مع زيت الزيتون الخفيف، بيبقى حلو جدا جدا وبيكون كريسبي كده شوية، بيطلع لذيذ. عندي هنا كده هحط بقى فلفل، ملح، والبابريكا، وزيت الزيتون، بس هديله رشة ثوم خفيفة قوي كده معاها، وشوية زيت زيتون، ونقلب بقى الميكس الجميل ده كده مع بعض. زيتون، خرشوف، طماطم، والخضرة مع البصل الأخضر، وسنة الثوم، زيت الزيتون، وإيه أهو كده بالجمال والحلاوة دي. تعالوا بقى نجيب هنا كده الطبق بتاعنا اللذيذ ده، كل حاجة خلاص خلصناهم مش هنستخدمها، ممكن نشيلها زي ما احنا شايفين، ونبدأ نحط كده الصغيرين في النص اهو. يلا بينا يلا بينا. هجيب بقى على كل واحدة شوية من الايه الخليط بتاعنا اللذيذ ده، ميكس يجنن عايزة اقول لكم اهو كده. ناس تطلبها كسلطة كأبتايزر، حقيقي جميلة اهو، وحتى مع العيش لو جبتوا العيش بقى الشامي كمان وايه وحمصتوه شويه بيطلع يجنن يجنن. شوفوا 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 الجمال والحلاوه اهو كده كده. وعايزه اديها رشه الجبنه البارميجان كده مع البصل الأخضر أهو بالشكل الجميل ده. وبعدين أنا دول أحطهم كده أهو. شوفوا شوفوا الجمال بقى، ويتقدم كهوموس مع العيش كده، ويتقدم غموس مع الايه العيش الجميل. تعالوا نحطه برضو في واحد زيه، ايه رايكم اهو، غموس لذيذ جدا مع العيش. عملنا مع بعض النهارده وصفات حلوه جدا جدا، طعمه قوي وكلها مختلفة وجديدة، نكهتها لذيذة. أول وصفة كانت العرق، عملنا مع بعض عرق لحمة باردة لذيذ قوي وتتبيلته جميلة جدا. عملنا كمان مع بعض البريسكاتا، بريسكاتا خرشوف مع الطماطم. أتمنى تكون وصفات لذيذة سريعة وجربوها، وابعتولي دايما على صفحة البرنامج عمايل إيدي على فيسبوك، سي بي سي سفرة على انستجرام، واستنوني في حلقة جديدة من عمايل إيدي.